السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يعطيكم العافيه شباب. وصلتني بضاعه جديده، خلطات الطيور، جميع انواع الخلطات. طبعا بعد دراسه عميقه ظبطت لكم الخلطات بحيث تناسب الطيور تستخدم طول السنه، يعني مش بمرحله غيار تتغير الخلطه او بمرحله انتاج او براحه او كذا. عملت دراسه على الخلطات بحيث انها تناسب الطيور طول السنه. راح اورجيكم هلا الخلطات الجديده اللي اجا ونشوفها مع بعض شوال شوال ونوع نوع. هلا هاي خلطه الكناري، هاي خلطه الكناري المحدثه الجديده. طبعا قمت بدراسة جيدة لهذه الخلطة وقمت بالتعديل عليها تعديل بسيط. طبعا عشان نكون بالصورة، الشوال هاي انا فتحته بخلص تاريخ الانتهاء 15/3/2020 للعلم، 15/3/2020. طبعا كل الشوالات نفس التاريخ. هلا خلطة الكناري اخواني نشوفها كيف مع بعض. طبعا خلطة الكناري مكونة من بري، شوفان، كتان، بزر شوك وباريلا. تم اضافة الباريلا على هاي الخلطة وازالة الحبة السوداء. الخلطة زي ما احنا شايفين تلمع، البري نظيف، الخلطة فش فيها نسبة الشوائب صفر، ما فيها ولا شيء، بتناسب الطيور طول السنة، ممكن تستخدمها. الخلطة لايت زي ما احنا شايفين، هاي خلطة الكناري. نشوفها بالشوال، نقرب على الشوال. طبعا انا بحط ايدي فيها هيك وارجيكم، تفرجوا. هاي خلطة الكناري، خلطة الحسون. طبعا برضو خلطة الحسون تم دراستها بشكل جيد جدا، فيها اكثر من 25 نوع بذور. الوزن الشوال 15 كيلو جرام، نفس الشيء زي ما احنا شايفين 15/3/2020 للانتهاء. طبعا خلطة الحسون مش راح اقدر اعد انواع البذور، لازم تشوفوها، بفضل تيجوا على المحل تشوفوها بكون احسن. زي ما احنا شايفين فيها فيها شوفان وكتان وبزر شوك، وفيها المايكرو، فيها كل شيء، كل شيء بخص الحسون. خلطة ممتازة زي ما احنا شايفين. طبعا الخلطات تم دراستها بعناية جيدة جدا على اساس تناسب الطيور في كل مراحل السنة زي ما حكيت لكم. هاي خلطة طيور الحرب، اخواني نسبة الشوائب صفر، نسبة الشوائب صفر، يعني الخلطة نهائيا ما فيها غبرة. يعني لو قلبت الشوال من جميع الجهات ما بتلاقي اي نوع من انواع الغبرة ولا طلعوا كيف. هاي خلطة طيور الحب، هلا بوريكم اياها برا. نتفرج مع بعض. خلطة نظيفة جدا بتناسب طيور الحب، كل انواع طيور الحب. طبعا
خلطه الببغاء، وزن الاشوال طبعا الحب 20 كيلو، الكناري 20 كيلو، الحسون 15 كيلو، خلطه الببغاء 18 كيلو، كل الخلطات تنتهي في 2020. وانا عم بفتح الشوال قدامكم عشان تشوفوه زي ما هو. هاي خلطة الببغاء، حبة البزر نطلع عليها شوف نظيفة، حبة البزر ملانه كاملة، فيها فيتامينز طبعا كتير مفيد الفيتامينز للطيور. هاي الخلطة كافية للطير إذا تقدمت لحالها. عشرين كيلو طبعا، اخواني طبعا الكوكتيل، خلطة الكوكتيل لازم يكون فيها حبة البزر صغيرة مثل هيك. هاي حبة البزر هي اللي بتناسب الكوكتيل، لانه حبة البزر الكبيرة المربي بيستخدمها ما بيعرف انه الطير بيتعب كتير وهو بياكل البزرة الكبيرة، عشان هيك بصير عندنا مشاكل تسيف في الكوكتيل بسبب البزرة الكبيرة، حجم البزرة. هاي البزرة بتناسبه لانه بصير تم يوجعه بطل يقدر ياكل، لانه البزرة بتكون كبيرة. هاي خلطة مناسبة للكوكتيل 100%، فيها طبعا غير البزر فيها انواع الدخن زي ما احنا شايفين، فيها البزر الابيض هاد، فيها مجموعة من البذور جيدة جدا للكوكتيل، بتناسب الكوكتيل طول السنة. هاي خلطة الجولدن فينش، هاي خلطة الجولدن فينش 20 كيلو طبعا، شباب الجولدن فينش دائما بيعانوا من مشاكل الخلطات، لانه مش متوفر الخلطات اللي بتناسبهم. نشوف مع بعض هاي خلطة الجولدن فينش، نشوف كم نوع بذور فيها وحبة الدخن الموجودة ناعمة جدا، حبة صغيرة صغيرة. نتفرج مع بعض في خلطة الجولدن، حبة الدخن صغيرة، أنواع البذور الموجودة يعني أكثر من نوع دخن زي ما احنا شايفين، الأحمر الأصفر الأبيض، وفيها بذر شوك، فيها مجموعة جيدة. أنا بنصح أي مربي بده يشتري خلطات يجي يتفرج عليها بالمحل عشان يشوفها بشكل سليم. طبعا هذا اللاين، هذا اللاين من الخلطات اللي ورجيتكم اياه اسمه جراند ميكس. عندي طبعا نوع ثاني اللي هو ناتشرال، هذا سوري ناتشرال ميكس، وهذا جراند ميكس، وهذا ويلنس. طبعا هذا رقم 3، رقم 2، رقم 1. هذا اللاين من انظف الاكل في اوروبا، لانه هذا الاكل الوحيد في الاردن دايت زي ما احنا شايفين، اكل دايت صحي للطيور. اي حدا عنده مشكله او معويه لطير او كذا بيقدر يستخدم هذا الاكل. الاكل هاي كواليتي،
هون عندنا هذا الاكل كلياته مع فواكه طبعا، اشي للببغاء، اشي للجولدن فينش، اشي للكوكتيل، اشي للكناري، للحسون، طبعا كله موجود. طبعا حتى طيور الجنه ان شاء الله يكون كل شيء متوفر في المتجر القلعه. زورونا ان شاء الله في عروض جميله وجيده في فتره العيد ان شاء الله ترضيكم. هذا المنتج للطيور الجنة والجولدن فينش جديد، جبت لكم كمان تروبيكال باتيه. هذا تروبيكال باتيه خاص للبراكيت، تقدروا تستخدموه للطيور الكبيرة. اقفود خاص، يعني هذا بيساعد الطيور في يعني بدل ما مثلا بيساعدها في زيادة عدد البيض كمان، لانه الطير اذا باكل بس خلطه البراكيت لحالها بشكل عام ما بتساعده كثير، لازم يستخدم الاكفوت في وقت البريدنج في الانتاج. طبعا زي ما حكيت لكم اللاين هذا تبع ويلنس، هذا اللاين ويلنس هذا معمول عليه دراسات وبحوث في يونيفرسيتي ريسيرش زي ما احنا شايفين على المنتج كامل. هذا من انظف الخلطات في اوروبا، نيو جينيريشن من التغذيه للطيور. هذا اللي بده يهتم بطيوره زياده بيستخدم هذا اللاين، لانه هذا لاين راقي جدا بيحتوي على قيمه غذائيه عاليه للطيور زي ما احنا شايفين. هذا للببغاء، للباروتس، هلا بورجيكم اياه من جوا. زي ما احنا شايفين هون كله مقشر، حبيبات البلتس، حبيبات البلتس، في موز، في ذرة، في بزر. هون بنشوف نسبة البروتين قليل 13% تقريبا. في كمان الفروتس زي ما احنا شايفين، وفي الجريت، وهذا بيعمل برو بالانس للطيور، يعني بالانس للامعاء بشكل ممتاز. الفواكه الموجودة فيه كتير قيمة غذائية عالية جدا. الفواكه طبعا موجودة جوا حبيبات البلتس، والخلطة زي ما انتم شايفين. طبعا نفس الشيء في عنا خلطة الكوكتيل، نفس الشيء حبيبات البلتس، هاي رح اوريكم اياها هون نتفرج مع بعض. شوف البذور الموجودة فيها، معمول فيها بذور إضافية بالإضافة لحبيبات البلتس الموجودة زي هيك. طبعا الفواكه، وفيها طبعا الجريت، وفيها البروتين 9%، وبرضو نفس الشيء كمان خلطة الكناري. نتفرج مع بعض. هون الشيا، هاي جديدة بالخلطة، والفواكه طبعا، والجريت، والبلتس، حبيبات البلتس، برو بالانس. هاي الخلطة بتعمل بالانس لجسم الطير كامل، مش بحاجة لتضيف للطير ولا شيء بعد ما تستخدم خلطة ويلنس، ولا بتضيف شيء، بس الخلطة لحالها. طبعا في منها اكفود خاص زي ما احنا شايفين، في اكفود لكل الطيور من الخلطة هاي، البراكيت بشكل عام، الببغاء، الطيور الحب، الكناري، الحسون، كله له شيء خاص فيه. هون نتفرج مع بعض. هاي خلطة، هاي الخلطات بتخص الكناري والكوكتيل. هاي هون معمول لها دراسة بشكل بتكنيك عالي، يعني الإكفود. بتفرج هون الكوكتيل، طبعا لازم تيجي على المتجر القلعة، رح نشرح لكم شرح وافي جدا عن كل الخلطات هاي اللي بنستخدمها للطيور، وان شاء الله تكون الفيديو شيق وما طولنا عليكم فيه. اهلا وسهلا فيكم في اي وقت. عندنا كمان مجموعة من الاقفاص زي ما انتم شايفين، مجموعة ضخمة من الاقفاص جميلة جدا للمربي اللي بيهتم بالطيور وبحب الاقفاص والمطاير الايطالية.
شكرا جزيلا للاستماع وإلى اللقاء.